على أحوال الطقس مع موبيليس. مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. وجد حار تجتاح حاليا المناطق الشرقية، حيث مصلحة الارصاد الجوية اصدرت تنبيه من درجة ثانية على خريطة اليقظة عن ارتفاع المحسوس لدرجات الحارة فوق 40 درجة على كل من سكيكدا عنابة والطارف. اما عن حالة السماء ليوم الغد وبعد انقشاع ضباب خلال الصباح والسحب السفلى على السواحل، ستشهد كافة المناطق الشمالية اجواء شبه رعدية، لكن السحب ستزداد كثافة على مرتفعات خلال اواخر النهار، احتمال لسقوط امطار تحت وقع الرعود. كل هذه السحب الرعدية ستلتحق ليلا على المناطق الساحلية الغربية وكذلك الوسطى. دائما سحب موسمية ركامية رعدية كذلك على اقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتاسيلي، وحتى على منطقة الواحات شمال الصحراء، منطقة الثورة إلى غاية منطقة تندوف. درجات الحرارة خلال هذه الليلة إن شاء الله تتراوح ما بين 22 درجة إلى غاية 27 درجة على شلف، تقريبا نفس المقياس على تمنراسة وجانات، مقاييس ما بين 30 درجة إلى غاية 34 درجة على معظم الولايات الجنوبية. خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في ارتفاع على كافة المناطق الشمالية السواحل وحتى على المرتفعات، مع 43 درجة على نقول على عنابة سكيكدا وكذلك الطارف، 39 هنا بالعاصمة وحتى على وهران وتلمسان الجلفة باتنا، 38 على تمنراسة وجانت. طقس حار على الصحراء الوسطى وكذلك منطقة حسيم سعود ورقلة تصل لغاية 48 درجة مئوية. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى من قليل اضطراب على السواحل الغربية والوسطى إلى هادئ على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة، درجة حرارة مياه البحر تصل 26 درجة مئوية. والبقية تقول إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة بحول الله من يوم الخميس إلى غاية نهاية الأسبوع نعيش نفس الوضعية الجوية، أقول نفس السيناريو، ضباب خلال الصباح على السواحل، بينما سحب رعدية على المرتفعات والهضاب، كذلك شمال الصحراء، أقصى الجنوب، مرتفعات الهوغار والتاسيلي. لكن درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس ستنخفض على السواحل، لكن تبقى مرتفعة على المرتفعات وخاصة الصحراء الوسطى ومنطقة حسيم سعود وورقلة. وقت شروق الشمس على مستوى العاصمة لصباحة الغد إن شاء الله سيكون في حدود 5:57 دقيقة صباحا. ولا أكثر تفاصيل، عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أمسية طيبة في أمان الله. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.